يقول كده في عدد 11 عدد 12: فضحكت سارة في بطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال، وبص هنا في ملاحظة جانبية، كيف تتحدث سارة عن إبراهيم؟ هذه ملاحظة جانبية بس العهد الجديد يؤكد عليها، يقول المرأة فلتهب زوجها. يعني سارة هنا وهي تتحدث في باطنها، مش بتتكلم إبراهيم، يعني ده حديث مش دائر ما بين سارة وإبراهيم، فسارة بتظهر إبراهيم التبجيل أو كده، لأ، لكن ده حديث دائر فين؟ جوه. بس بص سارة وهي بتتكلم عن إبراهيم جواها بتتكلم عنه إزاي؟ هذه ملاحظة جانبية لكنها هامة في حفظ الترتيب. تاني، هذه ملاحظة جانبية لكنها هامة في حفظ الترتيب، حفظ الترتيب العام في حياتك الروحية. يعني الزوجة التي لا تتعامل مع زوجها بأنها تعطيه الهيبة وهي بتتكلم عنه جواها أو هو بيتكلم عنها جواه، يتحدث أو تتحدث عنه باحترام مع نفسها. ده بيقول إيه؟ ده بيقول أن خضوع الزوجة للزوج ليس مجرد تنفيذ لوصايا بشكل جامد أو بشكل فيه ناموسية أو لا، ده هنا الزوجة بداخلها في احترام عميق لإبراهيم، وهذا لا يمنعها من أنها تعبر عن رأيها، وأنها لما تشوف إبراهيم بيعمل حاجات غلط أو تبقاش مقتنعة تقول له. سارة نفسها في حياتها في كده، يعني سارة نفسها جاءت في وقت لإبراهيم وقالت له مش هينفع هاجر وإسماعيل يكملوا، والرب قال لإبراهيم اسمع اللي هي بتقوله. فهذا أمر ضبط بالروح القدس، إنه الزوجة تهب زوجها، إنه الزوجة يبقى فيه هيبة، مش بس وهي بتتعامل مع جوزها. يعني إيه هيبة؟ يعني نترجمها هيبة يعني ما يبقاش دائما في نرفزة، ما يبقاش دائما في صوت عالي، ما يبقاش دائما في اعتداد بالرأي وعدم رغبة في الخضوع، ما يبقاش دائما في أنا عايز أنفذ اللي في ذهني أنا بس واللي يريحني أنا واللي أنا عايزاه. ده بيعمل إيه لما يبقى في زوجة مؤمنة مش مدركة هذه القوانين الإلهية وبتسلك بهذه الطريقة؟ ده بيعمل إيه؟ يفتح أبواب للأرواح الشريرة لكي تدخل وتفسد باقي دوائر الحياة. هذه قوانين إلهية، لأنه والزوج أيضا له وصايا، إن لم يطيعها يفتح باب للأرواح الشريرة لكي تدخل وتفسد الحياة. يعني الزوج الكتاب يقوله كده، أنه يحب زوجته كما أحب المسيح إيه؟ الكنيسة وأسلم نفسه. ودائما أقول هذه الكلمات، عندما أحب المسيح الكنيسة لم تكن الكنيسة بعد قد صارت كنيسة، صح ولا الأخبار؟ الأزواج يصحوا معايا بقى. هذا ليس سيمينار عائلي يعني ولا مش عارف، بس ده اللي أنا مشغول يعني أو اتشغلت إن أنا أقوله دلوقتي، يعني لم أكن مجهزه. يعني الزوج، يعني إيه الزوج يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة؟ يعني المسيح لما أحب الكنيسة، الكنيسة دي كانت شوية إيه؟ شوية خطاة، صح ولا الأخبار؟ إذ ونحن بعد خطاة إيه؟ مات المسيح لأجلنا. فأن أحب زوجتي كما أحب المسيح الكنيسة، ده معناه أني أحبها كما هي بأي ضعفات فيها، وأحتويها كما هي بأي ضعفات فيها. تقول لي طب وليه يعني المرأة هي اللي نتكلم عنها أن عندها ضعفات والراجل لا؟ هنا مش بتكلم عن الضعفات عن الخطايا، لكن بتكلم عن الضعفات بلغة الكتاب المقدس، أنه يتحدث عن المرأة أنها الإناء الأضعف. فالزوج لابد أن يحب زوجته حتى وهي خارج منها في مرات حاجات بسبب أنها الإناء الأضعف. هل تفهمونني أيها الأزواج؟
لماذا أحدث الأزواج؟ لأنني رجلا. لو جاكلين لو أفهمها هتقول هل تفهمونني أيتها الزوجات؟ في ثنائية لا تستقيم إلا بعمل نعمة الله. ليه؟ عشان الزواج ينجح. أنا نفسي ارفع إيدك كده عالي سواء متزوج أو غير متزوج ونعلن معا في اسم الرب يسوع أن ارتباطاتنا زواجنا يكون خاضعا للمقاييس الإلهية. الكتاب لما بيقول خضوع يقصد الخضوع، لما بيقول محبة يقصد المحبة، لا يقصد كلمة ويستخدم كلمة أخرى. لما يقول المرأة فالتهب زوجها هو يقصد هذا، تخضع لزوجها هو يقصد هذا، الزوج فيحب زوجته يقصد هذا، يعتني بها يقصد هذا. فارفع ايدك مرة تانية واطلب معي في اسم الرب يسوع، اطلب لبيتك لو انت زوج، اطلبي لبيتك لو انت زوجة، انه قول للرب كده: يا رب انا وشريك حياتي نكون تحت الضبط الالهي بالمقاييس الالهية، بالمقاييس الالهية. هل هذا له علاقة بحاجات تاني في حياتي؟ اه، زي ما كنت بقول من شوية، ده له علاقة بالترتيب الأكبر في حياتي وفي حياتك. يمكن بعضكم سمع هذا المقطع عن خضوع الزوجة للزوج وحفظ الترتيب الإلهي. في علاقة ما بين إنه كزوج وكزوجة نلتزم بالوصية عشان الترتيب بتاع حياتنا يمشي بحسب ما في قلب الرب. ارفع ايدك كده، عايز اتاكد انك فاهم. في علاقه، يعني لو انت دائما شاعر انه الحاجات ملخبطه في حياتك، نفسيتك ملخبطه، قول للرب: يا رب انا اريد ان اكون تحت الوصيه كزوج، او اريد ان اكون تحت الوصيه كزوجه، ليشفي الرب بيوت كثيره في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي كده، اطلب معي شفاء الان، اطلبي معايا، لا تغلق احشائك، اطلب معايا شفاء لاجل بيتك في اسم الرب يسوع. اطلبي شفاء لاجل بيتك وتعالي بخضوع. يمكن جاي من عيله او جايه من عيله هذه المبادئ فيها مش موجوده، يعني الزوجه مش خاضعه للزوج، الزوج مش هو اللي بيقود الاسره. الرب وسط ما يريد ان يفعل في حياتك او يصنع في حياتك، يريد ان يصنع شفاء من لعنات الاباء والاجداد في اسم الرب يسوع. لا تنتقل، يعني ايه لعنات؟ يعني ارواح شريره عملت على جيل معين، ارواح شريره عملت على جيل معين وعايزه تشتغل على الجيل اللي بعده. ده معنى اللعنه. اللعنة ليست شيء مبهم طائر كده في الجو زي ما بتسمعني أقول في مرات. اللعنة هي نشاط أرواح شريرة اشتغلت على جيل معين. يعني أرواح شريرة اشتغلت في بيت مثلا وخلت البيت ده العلاقات فيه تبقى شكلها شكل معين، لخبطت العلاقات في بيت ما. أرواح شريرة اشتغلت على بيت ممكن يبقى بيت مؤمنين، بس أرواح شريرة تشتغل على العلاقات دي تخلي الأوضاع مقلوبة. يعني الزوج مش هو اللي بيقود، والزوجة كأنه هي اللي عندها القيادة، الزوجة مش خاضعة، الزوج هو اللي بي 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 يعني بيملى عليه الأمور. أو فده إيه؟ ده وضع ليس بحسب كلمة الله. أرواح شريرة ممكن تعمل كده، ممكن تلخبط البيت، تخلي الولاد عندهم نزعة استقلالية قبل ما يوصلوا لسن ينفع يستقلوا فيه، عايزين يسيبوا البيت، عايزين كل واحد فيهم بيدور على مصلحته، حاسين انه ماما وبابا لم يعني يضحوا لاجلنا بشكل كافي، فعندهم تذمر داخلي. او فالبيت يطلع ايه؟ البيت يطلع ارواح شريره اشتغلت فيه وبوظت العلاقات. خلي بالك بقى من اللي جاي. مشيئة الرب إيه؟ أن يشفي نفسية أي شخص اتولد وتربى في بيت زي ده. هل تؤمن؟ دي مشيئة الرب. الرب يقولك آه أنت اتولدت وتربيت في بيت ممكن فيه الأم كانت غائبة، الأب غائب لأي سبب من الأسباب، لم تشعر، أنا أريد أن أشفيك.
بس كمان خلي بالك لأنه العدو بقى عنده خطة. إيه الخطة دي؟ نفس الأرواح الشريرة اللي كانت بتشتغل على البيت بتاع الأباء تفرغ من العمل بتاعها، والأبناء بقى يتجوزوا يكونوا بيوت، تروح الأرواح الشريرة دي تبدأ تعمل فين؟ في البيوت التي تكونت. دي اللعنة ببساطة. ليه؟ لأنه الأرواح الشريرة تريد إن هي زي ما أفسدت بيت معين العلاقات فيه، مش لازم كلمة أفسدت يعني البيت اتدمر أو كده، لا، العلاقات فيه لم تكن بحسب قلب الرب، تبقى عايزة تنقل ده لبيوت جديدة. ارفع ايدك كده في اسم الرب يسوع ونعلن معا أن دم الرب يسوع للحماية، دم الرب يسوع يكسر اللعنات، دم الرب يسوع يخيف الأرواح الشريرة وتهرب الأرواح الشريرة الآن في اسم الرب يسوع. تهرب الأرواح الشريرة الآن. أؤمر معي، لا تتأمل في الكلمات، هذه أوقات تمارس فيها سلطانك. أؤمر معي الأرواح الشريرة أن تهرب باسم الرب يسوع، ولا تسيطر على بيتك الجديد، لا تسيطر على عائلتك الجديدة في اسم الرب يسوع. ولو أنت زوجة وفي مرات بتلاقي جواكي كلمات تهكم على زوجك، يعني تلاقي جواكي في مرات تقولي ما بقاش قصدي، بس وأنا بفكر يطلع جوايا، نرفع أيدينا الآن، هذه الأرواح الشريرة تهرب في اسم الرب يسوع. ولو أنت زوجه بتلاقي في مرات كراهية لزوجتك في اسم الرب يسوع، هذه الأرواح الشريرة تهرب الآن. لأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. ارفع إيدك عليه، يقول للرب نعم أيها الرب، لا أريد أن أنقض العهد ولو حتى في أعماقي، لا أريد أن أنقض العهد ولو حتى في ذهني، لا أريد أن أنقض العهد يا رب نعم بأن أسقط في خطايا في دائرة القداسة، لا أريد أن أنقض العهد يا رب نعم بأنه في داخلي يبقى في انفصال عن شريك حياتي، لا أريد أن أنقض العهد يا رب نعم. إلهي هو إله العهد، أريد أن أكون شخصاً ممتلئاً بقوة العهد الإلهي. ارفع إيدك عالي باسم الرب يسوع، ترمم الآن ولأشخاص يسمعون هذه الكلمات، ترمم علاقات أسرية، نعم ترمم علاقات عهد أراد العدو أن يفسدها في اسم الرب يسوع، ترمم علاقات عهد في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.